السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في السيشن دي هنشرح الكلينيكال كيسز اوف دايابيتس ميليتس. السيشن اتعملت باي ستاف ممبر اوف كلينيكال فارماكولوجي ديبارتمنت فاكولتي اوف ميديسن زجزج يونيفرسيتي. كيس 1: ان اوبيس فيميل ايجد 42 ييرز اولد كومبليند اوف بوليوريا اند بوليديبسيا. افتر كلينيكال اكزامينيشن اند لابوراتوري انفستيجيشن هير 2 اور بوست برانديال بلاد جلوكوز ووز فاوند 300 ملي جرام بير ديسي لتر and was diagnosed as type 2 diabetes mellitus. Hyperglycemia persisted despite control of diet and exercise for several weeks. الكيس اللي عندنا دي طبعا الدايجنوزيس موجود في الكيس هو type 2 diabetes mellitus، بس في حاجات بتأكد انها type 2 موجودة في الكيس. اول حاجة الريسك فاكتور البيشن ده فيه انها اوبيس، تاني حاجة الايج بتاعها 42 سنة، فده معناه انها ايج كبير او all ايج يعني، فتعتبر type 2 diabetes او بتأكد انها type 2 diabetes. تالت حاجة عندها أعراض الديابيتس من بوليوريا وبوليديبسيا. كمان اللاب انفستيجيشن أكد لي إنها تايب 2 ديابيتس عشان التو أور بوست برانديال بلاد جلوكوز لقيناها عالي 300 ملي جرام بير ديسي لتر. بعد كده بيقول في الكيس إن البيشن دي بدأنا نعالجها بالدايت والإكسرسايز ومشيت عليهم فترة طويلة، ولكن الهايبر جلايسيميا بيرزيستد ديسبايت أوف كنترول للدايت والإكسرسايز. علشان نعرف او قبل ما نحل الاسئله بتاعه الكيس طبعا نعمل ريفريشمنت ازاي كنا بنعالج حاله تايب 2 دايابيتس ميليتس. تايب 2 دايابيتس ميليتس دي مش مشكله نقص انسولين، مشكلتها الاساسيه هي الانسولين ريزيستنس. فانا الهدف عندي من العلاج ان انا اعمل لورنج للانسولين ريزيستنس دي واحاول ازود الفانكشن بتاعه البيتا سيل. عندي 5 خطوات للعلاج، كل خطوه بمشي عليها من 1 لـ3 شهور، ولو ما نفعتش بقلب على الخطوه اللي بعدها، اعمل شيفت على الستيب اللي بعدها. اول ستيب عندي اللي انا امشي على دايت واكسرسايز، وده البيشنت مشيت عليه اصلا وما نفعتش معاه، هعمل شيفت على الخطوه اللي بعدها لو الهايبر جلايسيميا لسه مستمره. فستيب 2 بتقول ان احنا بنمشي على لايف ستايل موديفيكيشن من دايت واكسرسايز ومعاهم مونوثيرابي اورال انتي دايابيتيك دراج، وببدا بالميتفورمين. لو ما نفعش بشيفت على الستيب 3 اللي هستخدم فيها داول سيرابي ميتفورمين ومعاه دواء كمان من الاورال انتي دايابيتيك دراج. فبعمل دايت واكسرسايز ومعاهم ميتفورمين وسلفونايل يوريا او ميتفورمين ودايبيبتيدايل بيبتيديز فور انهيبيتور. لو ما نفعش والهايبر جلايسيميا لسه مستمره فشفت على ستيب 4 لانها ماشي البيشنت على لايف ستايل موديفيكيشن ومعاها تريبل سيرابي من الاورال انتي دايابيتيك دراج، لا اما ماشيها على ميتفورمين وسلفونايل يوريا ومعاها دايبيبتيدايل بيبتيديز فور انهيبيتور، او ميتفورمين وسلفونايل يوريا ومعاها جلوكاجون لايك بيبتايد 1 انالوج او اجونست، او ميتفورمين ودايبيبتيدايز فور انهيبيتور معاهم ميجليتينايد، او ميتفورمين وميجليتينايد ومعاهم جلوكاجون لايك بيبتايد 1 اجونست. او لو ما نفعش بقى خلاص الستيب 4 وبعد الثلاث ادويه وما جابش نتيجه في العلاج، فانا كده هشفت على انسولين وهستمر معاها على الدايت والاكسرسايز. اول سؤال في الكيس دي بيقول the most suitable drug treatment of diabetes mellitus in this female to be started with. هبدا اعالج البيشن دي بايه؟ احنا قلنا ان هي مشيت على دايت واكسرسايز وما نفعش، فهبدا ادي مونوثيرابي من الميتفورمين. بقى الاختيارات اللي عندي رابيجلينايد ده ميجليتينايد وهو انسولين سيكريتاجوج، انجلايبين كيلومايد هو سلفونايل يوريا وبرده انسولين سيكريتاجوج، الاكربوز ده الفا جلوكوزيديز انهيبيتور، والبايجليتازون هو انسولين سنسيتايزر ميجليتازون. هختار هنا الميتفورمين. The drug selected in question 1 is هو بايجوانايل. The drug selected in question 1 may act by the following mechanism. طبعا الميتفورمين ده انسولين سنسيتايزر مش انسولين سيكريتاجوج. الفرق بينهم ايه؟ ان الانسولين سيكريتاجوج ده من اسمه كده ان هو بيعمل سكريت للانسولين من البيتا سيل او بيحفز الريليز بتاع الانسولين من البيتا سيل، انما الانسولين سنسيتايزر اللي هو منه الميتفورمين هو مش هدفه ان هو يأثر على الليفل بتاع الانسولين، بس هدفه انه يقلل الجلوكوز في الدم بأي طريقة. فممكن يعمل يزود مثلا البريفرال جلوكوز ابتيك بالتشول، او يقلل الجلوكوز ابزوربشن من الانتستين، او يزود السنسيتيفيتي للانسولين ريسبتور الموجودة في التشول. فهنختار هنا في الاختيارات رقم ايه او نمبر ايه، ديكريز الجلوكوز ابزوربشن من الانتستين. السؤال الرابع: هايبر جلايسيميا بيرزيستد ديسبايت ذا بروبر يوز اوف دراج سيلكتد ان كويتشن 1. What drug do you like to add؟ بيقول هايبر جلايسيميا لسه مستمرة بعد ما ادينا مونوثيرابي من الميتفورمين، فانا كده هضطر شفت على الستيب اللي بعدها ان انا هدي دول سيرابي. فالاختيارات اللي انا همشي عليه هو الجلايبين كيلومايد، لان احنا قلنا ستيب 2
ستيب 3 سوري، ان احنا بنمشي ميتفورمين معاها سلفونيل يوريا او ميتفورمين ومعاها دايبيبتيداز 4 انهبيتور، فاختار الجلايبين كيلوماين. ميكانيزم اوف اكشن اوف ذا دراج سيلكتد ان كويتشن 4، طبعا الجلايبين كيلومايد ده انسولين سيكريتاجوج، فيعمل انكريز الريليز او السيكريشن بتاع الانسولين من البيتا سيل، هختار رقم بي ريليز انسولين فروم ذا بنكرياتيك بيتا سيل. السؤال السادس، ذا فولوينج از ان ادفيرس افكت اوف ذا دراج سيلكتد ان كويتشن 4، طبعا اي حاجه بتعمل بتزود الليفل بتاع الانسولين او بتعمل سيكريشن للانسولين السايد افكتس بتاعتها هايبوجلايسيميا. رقم 7، if the female get pregnant which of the following is most appropriate، patient اي patient type 2 diabetes لو هو اتحط تحت ستريس معين من infection او pregnancy، بعمل shift temporary على insulin، بسيب الاورال انتي دايبيتيك دراجز اللي كان ماشي عليها وبعمل shift على insulin، وده بيبقى shift مؤقت لغاية ما فترة الاستريس تروح وبعدها او فترة البريجنانسي تخلص، وبعدها برجع البيشنت على الادوية اللي كان ماشي عليها قبل الاستريس. فانا هختار ان انا هشفت على انسولين، رقم بي شي ماست كونفيرت اونتو انسولين ثيرابي. اول كيس خلصت، كيس 2، اسيرتين ييرز اولد فيميل او جيرل فيزيتد هير فيزيشن كومبلينينج اوف بوليوريا بوليديبسيا اند ان اكسبلايند ويت لوست، هير لابوراتوري انفستيجيشن ريفيلت جلايكوزوريا اند هايبر جلايسيميا وذ فاينل دايجنوزيس اوف تايب 1 انسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس، هاو كود يو مانج ذيس كيس. الكيس اللي عندنا دي برضو الدايجنوستيك بتاعها موجود في الكيس، انها تايب 1 دايابيتس، اللي ياكد لي انها اصلا في ميل صغيره 13 سنه، عندها اعراض الدايابيتس من بوليوريا وبوليديبسيا، وعندها ويت لوس ان اكسبلين. اللاب انفستيكشن بتاعها وضح لي ان في جلوكوز نازل في اليورين، وعندها هايبر جلايسيميا جلوكوز عالي في الدم، وازاي وبيسالني ازاي اعالج البيشنت. قبل ما ابدا في الاسئله نعمل نفتكر كده ازاي كنا بنعالج حاله تايب 1 دايابيتس. تايب 1 دايابيتس عندها ديفيشنسي في الانسولين، فمصط العلاج يحتوي على انسولين، فالبيشن دي بعالجها بلايف ستايل موديفيكيشن، دايت واكسرسايز، ولازم اديها انسولين معايا. بحسب ازاي جرعه الانسولين، بحسبها بالمعادله دي 0.55 في التوتال بودي ويت بتاع البيشنت بالكيلو جرام. اول سؤال عندنا، تريتمنت اوف ذا بيشنت ويل انكلود diet regulation only، diet regulation exercise، diet regulation وglibizide، diet exercise وانسولين. طبعا لازم اختار في الاجابه بتاعتي ان يكون في انسولين، فاختار رقم دي diet exercise وانسولين. السؤال الثاني، regarding the diet regimen she should، المفروض البيشنت اللي عندي دي بتاخد انسولين وبتاخده الصبح جرعه الصبح وجرعة بالليل، فلازم اديها 3 سناكس ان بتوين ال 3 مين ميلز علشان ما يحصل لهاش هايبوجلايسيميا في نص اليوم، فانا هختار رقم بي تيك 3 مين ميلز و 3 سناكس ان بتوين. السؤال الثالث، the drug which is selected to treat this case is given by the following route، احنا طبعا عارفين ان الانسولين بيتاخد سبكوتينيوس، ما ينفعش ادي اورال، ليه؟ لان هو بوليبيبتايد فهيتكسر لو اتاخد اورال، هختار سبكوتينيوس. السؤال الرابع، ذا دوز اوف ذا سيلكتد دراج كود بي افكتد باي، اول حاجه البودي ويت، طبعا هي بتتاثر بالبودي ويت، ليه؟ انا لسه قايله ان احنا بنحسب جرعه الانسولين، ان احنا بنضرب يعني 0.55 في التوتال بودي ويت بتاع البيشنت بالكيلو جرام، فاوريدي البودي ويت بيأثر في الدوز اللي انا هديها. بعد كده الفيزيكال اكتيفيتي طبعا بتاثر، ليه؟ لان لو بيشنت الفيزيكال اكتيفيتي عنده عاليه معناه ان معدل الحرق عالي، فمعناه ان انا هحتاج ان انا اغير جرعه الانسولين على حسب الاكتيفيتي بتاعه البيشنت ده. كونكوميتنت إلنس طبعا لو بيشنت عنده ليفر ديزيز او بيشنت عنده اي ديزيز تاني بياخد ادويه بتكونتر اكت الاكشن بتاع الانسولين، فبالتالي هغير الجرعه بتاعه الانسولين على حسب الادويه اللي هو بياخدها، سواء هزود الجرعه او هقللها على حسب الدواء اللي هو بياخده هيأثر على جرعه الانسولين ولا لا، او هيأثر على الافكت بتاع الانسولين ولا لا، بختار من الاختيارات all of the above. رقم 5، select the drug has the following side effect except hypoglycemia، lipo atrophy and lipo hypertrophy at the site of injection، weight loss و allergic reaction، طبعا الانسولين بيعمل weight gain ما بيعملش weight loss. رقم 6، 3 months later the patient suffered from severe gastroenteritis combined with diabetic ketoacidosis، the following measures should be done to manage this case except، البيشن دي كانت ماشية عادي تايب 2 دايابيتس وخدت الانسولين وماشية على جرعة الانسولين عادي،
ولكن جالها حالة اكيوت وحالة ارجنت دايابيتك كيتو اسيدوز، المفروض اعمل لها كل الميجرز دي ما عدا اول حاجة بيشنت شود بي هوسبيتالايز، طبعا دي حالة ارجنت لازم تروح المستشفى. اديها اي في صوديوم كلورايد، طبعا هديهولها لان الدايابيتك كيتو اسيدوز بيبقى معاها دي هيدريشن، فمست ان انا ادي صوديوم كلورايد في العلاج. بعد كده هديها جلوكوز 5%، هديها سولوبل انسولين. صح، سولوبل انسولين هستخدمه لان هو شورت اكتنج ودي حاله اكيوت. الالترا لينت انسولين ما بستخدموش لان هو لونج اكتنج، والحاله دي حاله اكيوت لازم اديها حاجه شورت اكتنج، فهختار الترا لينت انسولين هو اللي ما ينفعش في الكيس دي. Thank you.